صلوا صلوا على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحه يا رب. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كدتو مع الصح؟ توحشتكم، توحشت الروتينات معاكم. المهم هذا اول روتين غادي نصوره، ولكن ما غاديش يكون كله النهار كله في الدار، انني وقيلا غادي نخرج ان شاء الله. كاين الصاد بزاف، غنمشيو لاوريكا وغنشوف، حيت ما كاينش خدمه نهار الاثنين. غادي نشوف باغا نكريو تما، والا مشيتو كريت غنسجل معاكم كلشي ونعطيكم حتى الاثمنه ديال الكره. هنا وجدت الفطور ديالي كما كتشوفوا، الفرماج وز عامله وزبيتينات، ودرت هنا القهوه والحليب. مابغاوش كاين، مابغاش القهوه غيشرب حليب خضر، وكاين انا غنشرب قهوه انا مول الدار. صافي جبت غير الطاري ديال المعجنش، كاين الصاد ما خدمتش كاع الفران. وغنحط شويه الحلوى بطبيعه الحال اللي عطاتني صاحبتي. ونبغي نقول الاخوات اللي كيسولوني وكيتسناو العرض ديالتي، ناديه راه عيطت لها البارح باش تتغدى عندي، لقيتها في اوريكا نهار كامل، مشات لاوريكا. وانا حيت كيما عرفتوا راني وصلت نهار الجمعه، وبغيت نعرض عليها السبت قبل ما تمشي، وكانت في اوريكا وعيطت لها البارح في الليل، عيطت لها في التليفون باش يتغدى عندي اليوم الاحد. تخديت كلشي، ولكن قالت لي لا ما غاديش نجي، قالت لي انا غادي نشد الطريق في الصباح بكري. دارت مع اختها باش تغدى عندها، قلت لها جي تغدي عندي وسيري كملي الطريق، ولكن قالت لي لا، قالت لي بغينا نخرجوا في الصباح. قالت لي غادي نحاول نجي عندك ان شاء الله في الربيع. نبغي نقول نادي مرحبا بك في اي وقت تشرفيني. ودابا غنمشيو نتغداو، عفوا نمشيو نفطرو، ولا خرجنا نتوما معايا. صافي البنات، حنا خرجنا كما كتشوفوا، كاين الموت صعصات في مراكش، الموت ديال الصهد ومشديها طريق اوريكا دابا. يا ربي لقاو الكرا، زعما حيت كاينه عطله غدا ما عرفت واش يكون الكرا موجود ولا لا. المهم هي مراكش في الليل غزاله، بالنهار شويه سخونه كما كتشوفوا، الدنيا خاويه. المهم حيت نقربوا ان شاء الله نصور لكم شويه. البنات هذا راه واحد المنظر غزال، هنا الما خارج موتي، ما عرفتش منين جاي. المهم الما ديال الجبل عامرة الدنيا يا البنات، عامرة، ولكن راه الناس هربها الصهد. شوية واحد القنطرة ملي كتكون ديز منها الناس بزاف كتقول غطيح بي بالواحد، والصراحة والله إلا وأنا غديزة وخايفة لا طيح بيا. المهم حنا قربنا الحمد لله. قلنا مصطفى قاد هوا، مصطفى تيقاد لينا بلايصة في الما. راجل مهمة الصعبة وين؟ ياك هو راجل مهمة الصعبة، ما نضمن طلع لنا الصاروخ دابا، هو راه غيقاد لنا غير الكراسة باش نجلسو. عامرة عامرة، ما عمرني لقيتها عامرة هكا، ولا حيت انا كنمشي حتى للعشيه كنلقاها خوات. المهم غنجلسو في الميها نتغداو هنا في الما ان شاء الله. شفت هذاك الولد عام تاعي وطلع فوق الصخره وجلس كيتبرونزا، ما غادي ينوض ما هز لا رمله ولا والو، حتى الدوش ما يحتاجوش. ضحكني الله ضحكني. اي اللعبه صدقاتها مصطفى، مصطفى جا معاك ابو مسلمه. ايوا شتي المهم شي وحدين عايروني، قال لي طفله مالو عام انت جيعانه انت. حنا درنا ضحك وحق الله، راه جبت له الكادو ديالو. المهم ولكن انت هذا مصطفى نفع ولا ما نفعش؟ المهم دار البحر، هو جابوا الواد كيلعبوا اخته كما كتشوفوا. بنت لكم واحد الفكره على الغدا، هنايا هنا كاينين الطواجن، غير انا ما كناخذش الطاجين ملي كنجي هنا، حيت واحد جوج مرات خديته لقيته محروق من التحت وما كلاوش كاع الدراري. جبت الكفته معايا من مراكش مع داك الزرق نعرفو، وعطيتها له هنا شويه هاليه مع جبت كيلو الكفته اللي جبت، مع شويه البصله مطيشه والفريت والشلاضه، وراه غادي يزيدنا فريت اخر للدراري. هي شويه على اللي من الزحام الصراحه، عطلونا شي ساعه المكانه باش عطلونا. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يجيو هنا ويتغداو، راه موجود الخير، كاين الدجاج كاين اللحم كاين الشوا كاين كل شيء، والاثمنه كتفاوت، كاين 100 درهم كاين 1600 وانتم غاديين. ماما الحوت كيطيح لي على وجهي. فين هو الحوت؟ ها هو. على ما الحوت كيطير؟ اه
ويلتي حمقى ولا مالكي؟ اصلا الحوت ما كاينش في الارض، حتى في الماء ما كاينش الحوت، هذاك راه بحال الناموس. هيا البنات الدار اللي كرينا كما قلت لكم 200 درهم، كاينه التلفازه، هذا واحد بحال بيت صغير هكا نجلسوا فيه نتفرجوا ولا بغينا نتعشاو فيه ولا. المهم حنا كاينه غير الليله كما قلت لكم حيت باقي ملطار خدام. وهنا كاين واحد الشريجم، هذا بيت النعاس، هنا بيت النعاس هذا كي عاطين عاطين المانطو عاطين كلشي. المهم زوينه نقيه نقيه وما فيهاش شي ريحه اللي شي حد غموليه ولا. هذا مراح، هذا واحد لافابو، هذه الكوزينه، فيها شويه الماعن وفيها بوطه مثلنا جايه صغيره خاويه نديرو فيها غير الماء. هيا صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم دابا نحيد عليا جلابتي ونشوف نخرج ندير لهم كاسكوت نجيب لهم شي حاجه من هنا وانا معكم البنات. وكاين واحد البالكون زوين نوريه لكم. دابا باقي ما تقاتش، قالنا راه باقي ما تقاتش، دير فيه جوج نوامس ها هما كيطلع على اوريكا كامله. شوف المناظر شحال زوينه، انا هاد المناظر ديال اوريكا اللي تعجبوني بزاف. البنات كما كتشوفوا، المهم واحد الراحه ما نقولش لكم، عرفتوا مناش من الكونيكسيون ما كايناش هنا، واخا تشارجي ما كايناش، يعني شي حاجه اللي مقطوعه، المهم شي حاجه اللي بعيده على التكنولوجيا، ما كاين لا واتساب لا والو. كاينه واحد التلفازه، وهاد وحق الله العظيم البنات الى هاد الجلسه افتقدتها انا، قرن وزماره كما تنقولوا من نهار دخل داك الويفي وحنايا كل واحد شاد تليفونه وغاطس في شي بلاصه، كتجمعنا غير الماكله. اما دابا مصطفى ما لقى ما يدير، واخا مشارجي ما خدماتلوش، الدريه نعسات، انا خرجت قديت وجيت، ولكن عجبني الحال، انا غادي نتجمعوا في الليل، شوفوا على هدوء، هادشي راه غير الجبال البنات، المهم راه كاين الظلام كما كتشوفوا، راه واحد الجبل شتو، راه غير الظلام هو اللي كاين، واحد الحانوت لتحت، ولكن زوين زوين، زوين بزاف انا عجبني. كما كتشوفوا البنات مشيت خرجت للسوق، ماشي السوق غير شي حوانت هنا، ما لقيتش الغزال، لقيت واحد كيبيع الدجاج، ما نقدرش نجيب الدجاج في نهار طيبو في نهارو، جبت غير شويه البيض وسلقت شويه البطاطا وقطعت المهايا. هيا شوف قطعتها في الكسكاس، باقي الولد ما جاش قال لي الا بغيتي الماعن نجيبهم لك. المهم دي بانيت داكشي اللي عندي، هاد الطبسيه انا جبتو معايا وبرادي، ها هو اللي كيعجبني، عمرت فيها تاي بالنعناع ديال اوريكا ما نقول لكمش. شوف اش كنطفى والله الا تفكرت فاش كنت كنخرج من المدرسه وكنجي نجري مع سته باش نتفرج جرين دايزر، هو اللي تبعدي هو اللي كنتفرجوا فيه دابا. خرجنا البنات نقلبوا على شي حانوت ناخذوا معنا الفطور، دزت على هاد البلاصه زوينه، هذيك البلاصه كنا فيها البارح مساء غبالو، والماس باقا الفوق، حنا ما عمرنا وصلنا للوالماس، ولكن كنقولوا ان شاء الله اليوم نمشي ولا. شوفوا شحال زوين المناظر، وكما قلت لكم البنات راه زعما الكهر رخيص، وزاد واحد يتقدى ويطيب لو بغيت زعما يخسر الفلوس في الماكله، ما الماكله موجوده. جينا البنات باش نديو الفطور زعما للدراري، ساعة عجبنا الحال وجلسنا الفطرة، لقينا البطبوط سخون كتبيع اللبن، راه هو خدينا الفطور هنا غنفطرو هنا ونديو للدراري داكشي للدار بلا ما عاود نطيب وداكشي. المهم هاد البلاصة قربنا الوالماس، غادي نمشي نجيبو الدراري ونطلعو واحد الهيها، نطلعو للواد، جيت والماس جلسو واحد شوية، وغادي السيدة كطيب طاجين سير كوموند مثلا، غادي دابا ندوموندي عليه الغدا وتقادو ليا، وانا في حقا نفضل هكا المرا طيب ما نفضلش القهاوي، حيت القهاوي تيكون عليه الشغل كثير كيحرقو، هادي كطيبو على خاطرها. ها هو البنات الفطور، كاين البطبوط طيب على داك الفران، ديال دابا نصورو ليكم الفران العربيه، كاين زيت العود وكاين الزيتون وكاين الزبده بلديه اتاي. شكرا الله يعطيك الخير، وكاين العسل حتى هو.
دابا هذا بشحال طلع؟ والله غير ديال الغدا ديالنا ديالكم اخت عبد الفتاح كي طالعه طالعه ريحته زوينه والله غزال. دابا نعطيك انت تجيبي لي مثلا نص كيلو اللحم وتنصبي انت يا نص كل شيء انا وغادي نقول لك قد سميتو غادي نقيد لك انا كل شيء بشحال جبت اللحم وباش سميتو التزيره ديالها هذه البنات واحد الدار الكره ثاني لقيناها الفوق جيت والماس كاينه والماس قريب للوالماس قريب للوالماس غير جوج كيلومتر على والماس انا راه كريت لتحت بعيد شويه ها هاد اغبالو اييه هذه الكوزينه هذه الكوزينه البنات وهذه بشحال ليله على حساب سميتو 3000 2600 حنا راه كاينه ب 4000 حنا 3000 والدار صغيره احنا 3000 البنات قالت لك 3000 زعما الا تزيد كاع البنات مثلا نديرو 3000 2600 2600 يعني الا واحد بغى يتساوى معاكم على حساب المده 3000 راه زوينه لا على حساب المده دابا الانسان تنديرو معاه المزيان الا بغى يسير سميتو تنديرو معاه وراه زوينه البنات زوينه كلها شراجم شنو سميتك؟ ها؟ شنو سميتك؟ مش هضري معايا مريم سميتك مريم بصيني بصيني مريم كيما شفتو ديك السيده راه هضرت معاها وغنخلي الا بغيتو الرقم ديالها نخليه لكم عند الكرا رخيص وشفتو الدار زوينه نقيه وزوينه 3000 واللي بغى ياخذ مده طويله 2600 130 درهم وجات في قريبة الوالمة جات في واحد البلاصه اللي زوينه داك الفطور اللي شفتو البنات خلصنا ليه 400 390 ريال زبده بلديه الزيتون زيت العود عسل اتاي بطبوط 390 ريال زعما اللي بغى يمشي على قدو راه يمشي على قدو واللي بغى يعيش كاين لوطيلات وكاين فطور بالعصير الليمون وغالي شويه بالنسبه للغدا البنات قالت لي تشري لي اللحم وانا نتكلف يا نتقدى انا كلشي قلت لها واخا عطيتها شي حاجه نص 50 درهم قلت لها تقضي اللحم ومن نرجع نكمل لك قالت لي غنهبط لك الغدا حتى للواد تاكلي عند الواد كيعطوك هما الفراش وكلشي ها هو البنات الطاجين ديالنا طابع على الفاخر والخبز طاب لنا في الفراح ياك هنا طاب الخبز هنايا ها هو خبيز تاع الدار ها هو تيطيب تبارك الله عليك خبيز محراش طيب على طيب في الفران ديال العواد حنا عندنا في البلاد بحال هذا بحق حنا كيتسدوا عليه داك عطا معطى سميت اي خو خاط الساقر صافي البلاد وصلنا فرشات لنا السيده هنا وصلنا على الغداء والمناضه والخبز كلشي عندهم صراحه هنا زوين حسن من الفوق ديال القهوه تيكون عامر هنا غزال هانتوما ها الواد والحجار شتو الواد هنايا الدنيا خاويه ونقيه وزوينه ومثل الاخر نقول لكم الحساب ديال هادشي كامل راك شفتوا الطاجين وريت لكم راه طيبات ولا شي شويه يوجد المهم كطلع حقا نعاونوا هادو حيت صحاب القهاوي ديما خدامين هادو مساكن قريب فين تيخدموا رية البحر الجزيرة هو هنا هنا ما حابسينش الماء حتى تجي القهوة ولكن هنا الماء نقي هذاك اللي تيكون محبوس تيكون راكد ما تيكونش كيتبدل تيكون شي شويه مصبح صراحه هنا زوين تيكون الماء الجزيرة البنات بلا غاو والله الا كنقول ناري كنت فكرني غادي نرجع للصاد كيطلع ليا الدم هو ماشي مشكل فينا فينا الصاد ها هو البنات الطويجين مرحبا بكم معنا طويجين غزال ديال هنا ديال اوليكا طيب على الجمر وهالخبز اللي خبزاتو هاد الخبز راه طيب في الفران كما وريتكم قبيله صافي وجدنا قرعه المناضه وكاين البطيخ الله يجعل شي بركه يا ربي اللهم اعدي معنا محفظه من الزوال يلا كطيبي البطبوط دابا دا العشيه هذا ديال الشعير هذا ديال الشعير اعطيني جوج صح ياك ما ديال شي حد لا صافي نديهم حتى للدار عزيز عليا داك خبز الشعير لا هذا نديروه حنا في الصباح في العشيه هو اللي كاين الصباح لا
لا ما لقيتيه كاع الصباح. ماشي هو يا اختي كمل بكري، حنا جينا عندك في العشرة مازالو الزيادة هكاك. يا اختي حسن عوانك خصكم تنعسو بكري على هاد القيبان. واش نعسو بكري طالب دارك الفوق انتيا؟ وبعيد الحال نمشيو مع الغور ونجمعو الحالة عاوتاني في الدار ونطيبو ليهم العشاء ونتعشاو عادي ونعسو. حسن عوانكم عندكم تمارة تهبطو تاني هنايا. ايوا طافت الخبز حار. وقيل الخدمة عندكم هي في الصيف. وفي البرد كيكون البرد هنا بزاف. ايوا واش غديري اختي؟ كيما قلت لك طافت الخبز شي شوية صعيب. صعيب. صافي هاد الفران طفيتو. هذاك صافي. سالات المهمة ديالو هذاك. حتى الغدا إن شاء الله تاني. خبز خبز العواد كيجي بنين. اه كيجي بنين. كيجيكم الطاجين. زويو خليناش. كتقول لي يا بنتي ناهي شحال بنين. قلت لها طيب على الفاخر. طيب بزيت العود واقيلا ياك. اه بنين بنين زوين. دابا هاد المرأة مسكينة غادي تسالي خدمتها هنا وغاتطلع حتى اللي فين كاين الجامع. والطريق خاسرة بحال اللي هبطنا منها للبحر. البحر شوفوا تانا بحال اللي هبطنا منها للواد. قالت لي مسكينة كنطلع راه سمعتها قالت لك كنطلع عاد كن قالت لك كنطلع وعاد كنشقى وعاد كنجمع وعاد كنعس وخصنا غدا غير في 6 الصباح نكونوا هنا. وعندهم مساكن الخدمة غير في الصيف تاع صافي. مسكينة سالات دابا غتمشي بحالها. وكنقولو كنقول أنا كنضرب تمارة وجيت نشوف لقيت راسي أنا في الحقيقة داسرة. ممكن كنهضر على راسي البنات والله. ما الفران حدايا الدقيق حدايا كلشي حدايا وكبعد مرات كيطلع لي الدم كنقول عيت. وهذه مسكينة ما عرفتش شنو غتقول مني أنا كنقول عيت. هذه مسكينة ما عرفتش كتقول غير حتى قالت لي أنا كناكل الماكلة مزيانة كناكل داكشي تشعيع كناكل زبدة بلدية كناكل زيت العود. قالت لي داكشي باش حنا قالت لك هكا شادين فراسنا. السلام عليكم حبيباتي. جينا للدار تراحو دوشت الريحانه ودوشت هنايا ونتخربقت العشاء صراحه ما درت حتى حاجه للعشاء. درت هنا واحد البريريت بالزعتر كما كتشوفوا الزعتر اللي جبنا من اوريكا وحطيت شويه ديال الامله وشويه ديال الزيتون كحل وصايبت انا شويه ديال هذا فورت شويه البلبوله ودرت هنا سايكوك. انا فاش خديت اللبن تما تشهيتو سايكوك. بالنسبه للسايكوك واحد الاخت في السعوديه قالت لي ورينا سايكوك اختي راه غير البلبوله وفورتها. انا غنزل لك الفيديو اللي مفوره فيه البلبوله وتبعي المراحل. وهنا داك الديسي اللي جبت معايا ها هو باقي كاع ما غسلتو. شوف تبارك الله الخوخ قداش هادشي كله غير ديال البلاد. حنا فاش كنا كنتغداو كنتغداو تحت واحد الشجره في برقوق. صافي هذا هو فلوغ ديالنا ولا المهم شاركت معكم فين مشيت وفين جيت. بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو يخيموا يبغيو يكريو تما اللي محتاجه النما تقولها لي ونعطيها لها في التعليق. حتى بالنسبه للاكل راه شفتوا الماكله اللي عندها راه زوينه ونقيه ديال الدار. صافي هذا هو هادو هما اليوميات ديالنا هاد اليومين فين مشيت نديتكم معايا. كنتمنى تعجبكم. خليت لكم الراحه وفي امان الله.